158 لأران، رفع النسق أران، حاول على الوزن 152 مرتين، لم يستطع أن يرفع هذا الوزن، الآن رفع أيضا نسبة التحدي، نعم، على أساس أنه يدخل من ضمن الناس اللي بيكونون على منصة التتويج، هل يستطيع أن يرفع هذا الوزن؟ أرانغا من الهند 158، هل يستطيع أن يرفع هذا الوزن؟ يحاول يدخل في خضم المنافسة، يحاول يدخل في المنافسة، يحاول يحط رجل يمنى على منصة التتويج. طبعا الحسابات كلها مع الثلاث المتسابقين التايلندي والإماراتي والقرغستاني. الآن المحاولة 158 يرفع هذا الوزن، قادر أنه يرفع، ولكن رأي لجنة التحكيم بعد هذا الانفجار من قبل هذا الهندي، هو يدخل الآن في صلب المنافسة، يدخل الآن في صلب المنافسة. 158 كيلو جرام أران من الهند راح ورجع مرة ثانية، لم يستطع أن يرفع، راح ورجع مرة ثانية لم يستطع أن يرفع، حط للوزن اللي وصله لمنصة التتويج، حط الوزن اللي وصله، شوف الابتسامة، شوف الفرحة من قبل أيضا الوفد الهندي المتواجد هنا.